البطل أنال البشير ابن البطل العالمي غزال الشكب، والأم الشيماء بطلة الميادين المعروفة المنحدرة من نسل رشاد بن نظير. أنال البشير حصل على عدة بطولات، منها في البلاد ومنها في بطولة فلسطين وبطولات أخرى في عروض الجمال للخيول العربية الأصيلة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أنال البشير من إنتاج مزرعة البشير للأخ المربي عقاب أبو الزلف من آسفيا، تحت إشراف وتدريب صانع الأبطال المعروف الأخ مصلح شعبان أبو النمر من طار هذا اليوم. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أذكر الله حبايبنا الجمهور خضرم مصلح شعبان أبو النمر. اذكر الله حبايبنا الجمهور. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أنا البشير ابن الأسطورة العالمية غزال الشكب، ضيف شرف ميدان المطار بحلته من ملاك هذا البطل لصاحبات المرتبة الأولى اليوم على ميدان المطار. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.